كان على الله عايزك الله ايه؟ يكرمك، توكل على الله يا ورقة باشا. وقلم كده دايما، خدت وقعد بعضك تكتب موقف ورايا عشان مضحك. الحاجات اللي انا هأكد عليها تاخدها في اعتبارك دايما. احنا هنتكلم النهارده عن تصميم حاجة اسمها رابل موند بريك اوتر، حاجز امواج كومي. عموما يعني ايه تعريف حاجز الامواج؟ يقول لك حواجز الامواج عبارة عن منشآت انت بتعملها جوه البحر، سواء كانت عمودية على الشط او موازية للشط، بحيث انها تشتت لك الطاقة، وبحيث انها تقلل لك من ارتفاعات الامواج خلف الحواجز. ده كنا بنسميه لو احنا اتكلمنا على الويف ترانسفورميشن الديفراكشن. لما كنت بتكلم على خط الظل بتاع الحاجز، وقلت لك ان المساحة بتاع ظل الحاجز هي المساحة المحصورة بين خط ظل الحاجز وما بين البريك ووتر. طيب انا بعمل ده ليه؟ بعمل حاجز الامواج ليه؟ انا عارف ان الصورة ثابتة، الناس اللي بتتكلم، انا الكلام ده مش موجود اصلا في السلايدز. انا بعمل حاجز الامواج ليه؟ ببساطة جدا يا جماعة، ببساطة جدا، حاجز الأمواج أهميته إنه بيحمي لي المنطقة المائية اللي موجودة جوه الميناء. لو جينا نشوف بس يعني على السريع كده، أنا أفترض إن دي المنطقة المائية اللي موجودة جوه الميناء، فأنت بمجرد ما عملت حاجز الأمواج فأنت حميت المنطقة دي اللي هي المنطقة اللي جوه الميناء. دي أول حاجة. تاني حاجة، بتوفر مساحة آمنة عشان أقدر أعمل عمليات الشحن والتفريغ بسهولة وبيسر وببساطة. آخر حاجة، أحيانا بضطر أعمل بريك ووتر عشان أحافظ على الشواطئ من التآكل. إزاي بقى؟ إزاي أقدر أحافظ على الشواطئ من التآكل؟ كلنا رحنا راس البر ونعرف نسمع عن حاجة اسمها الصخور. كلنا نسمع عن الصخور دي، بس عمرنا ما سألنا نفسها هي عبارة عن ايه. الصخور ده يا جماعة عبارة عن منشأ حاجز أمواج بحطه عشان أحمي الشاطئ من التآكل. لأن المفترض إن لو أنت فضلت تخلي الموجة تيجي وترجع من الشاطئ بشكلها المعتاد، بعد فترة زمنية قصيرة هيحصل تغير في معالم الشواطئ. طيب انا مش عايز ده يحصل، فبعمل ايه؟ فبضطر ان انا اعمل حاجز امواج، او ان انا استخدم زي ما بيسمى الصخور. طيب عندي كام نوع من حواجز الامواج؟ بقول لك حواجز الامواج عندي نوعين، يا اما ثابت يا اما متحرك. الثابت زي اللي احنا هنتكلم عنه النهارده بالتفصيل، الرابل موند بريك ووتر. المتحرك زي الفلوتنج اللي هو العايم. طيب ايه الفرق بينهم؟ بقول لك ببساطة جدا يا هندسة، لو أنا عندي مينا، المينا ده دايما موجود. في الطبيعي إن أنا بقول لك المينا دايما موجود، فأنا محتاج إن المساحة المائية دايما تكون آمنة، فبعمل في الحالة دي حاجز أمواج ثابت. طيب أنا ما عنديش مينا ثابت، أنا عندي منطقة سياحة ترفيهية، ولقيت إن الموجة عالية جدا وعندي مشكلة بالنسبة للشواطئ والسياحة واقفة، ففي الحالة دي بستخدم الفلوتينج ده اللي هو حواجز الأمواج العايمة، بحيث إنها تقلل لي من تأثير ارتفاع الأمواج شوية داخل منطقة ظل الحاجز، وارتفاع الأمواج يقل والدنيا تكون تمام والسائح يقدر يبلبط زي ما هو عايز. تمام؟ يبقى إحنا عرفنا أهمية حاجز الأمواج وأنواع حواجز الأمواج. طيب إزاي أقدر أحدد نوع الحاجز بتاعي؟ يعني إيه اللي يخليني أقول إن أنا هستخدم حاجز أمواج كومي زي اللي قدامنا اللي هو الرابل موند بريك كوتر، وإيه اللي يخليني أقول هستخدم حاجز أمواج رأسي أو فيرتيكال بريك كوتر، وإيه اللي يخليني أقول إن هستخدم حاجز أمواج بمواصفات مختلفة؟ بقول لك عندك 3 أسباب رئيسية بيخليك تحدد نوع الحاجز بتاعك. أول حاجة، مواد الإنشاء المتاحة، بمعنى المنطقة اللي هتعمل فيها المينا الصخور فيها متوفرة بطريقة كبيرة جدا، ففي الحالة دي بنعمل حاجز أمواج كومي. بمعنى حاجز أمواج كومي معناه حاجز أمواج مصنوع من الصخور، سواء كان الصخر ده طبيعي
أو الصخر ده صناعي، يبقى حاجز أمواج كوني. تمام. تاني حاجة بيعتمد عليها الحاجز نوعه يعني عمق المية. لو أنا هستخدم وهعمل حاجز في منطقة الشالو ووتر قريب من البحر، ففي الحالة دي أنا هستخدم رابل موند بريك ووتر. طيب لو البريك ووتر احتمال إن هو يطول شوية ويبقى في جزء منه داخل منطقة الديب ووتر، أنا بقى عندي مشاكل كتير جدا، أطوال موجية وإتش إس كبيرة وتي بيك. ففي الحالة دي بقول لك بخلي الرابل موند بريك ووتر يبقى فيرتيكال بريك ووتر. تمام. يبقى تاني حاجة عمق المياه عند المكان المراد تنفيذه. آخر حاجة ارتفاع الموجات عند منطقة التنفيذ. والله الموجات عند منطقة التنفيذ عالية قوي ولا منخفضة ولا 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 ولا، وده يحدد. الرابل موند بريك ووتر بيبقى الارتفاع بتاعه، خد بالك، كل ما بزود ارتفاع الحاجز الأمواج الكومي كل ما تكلفته بتزيد. بتتكلم على صخور مصنعة، يعني صخور بص ذات أشكال مختلفة. بص صخور شكلها عامل ازاي، دي صخرة بس صخرة مصنعة، فهي مكلفة جدا. الصخرة مصنعة فهي مكلفة جدا. ففي الحالة دي بقول لك ايه، اللي على اليمين فوق ده الصخر الطبيعي اللي هو بأحجامه المختلفة. ففي الحالة دي بقول لك ايه، والله لو كان ارتفاع البريك ووتر هيبقى كبير جدا، لا انا هعمل فيرتيكال بريك ووتر من الخرسانه، مش هعمله من الحجار. اللي يهمك والجزء اللي انا هبدا شرحه وانت هتبدا يعني موجود في السلايدز، هو خصائص الرابل موند بريك ووتر. احنا خلاص عرفنا يعني ايه رابل موند بريك ووتر، عرفنا امتى استخدمه، عرفنا الفكره بتاعه، هنعرف دلوقتي خصائصه ومكوناته ووظيفة كل مكون. أول حاجة هنتكلم عن خصائص حواجز الأمواج. بيقول لك أهم خاصية في خصائص حواجز الأمواج إنه منشأ ذات ميول. لو أنت شايف الصورة اللي قدام حضرتك هو منشأ ميل، المنشأ باين جدا إن هو ميل، فعشان كده بيسموه منشأ ذات ميول. زاوية ميل الحاجز عن الأفقي اسمها ألفا. زاوية ميل الحاجز عن الأفقي اسمها ألفا. تمام. تاني خاصية منشأ خليط. يعني ايه منشأ خليط؟ ممكن يتكون من أحجار طبيعية وأحجار صناعية، مش بس كده، أنا ممكن أستخدم على فكرة خرسانات بس بطريقة معينة، أحجار من الخرسانة مش بس كده، ممكن الأحجار نفسها تبقى متنوعة. يعني ممكن أستخدم حجارة بوزن 10 كيلو، حجارة بوزن 50، حجارة بوزن 100 كيلو وهكذا. أهميته كمنشأ خليط، بقول لك إن ليه أهمية كمان غير إن هو منشأ خليط، بقول لك إن هو مشتت وعاكس للأمواج. يعني ايه مشتت وعاكس للامواج؟ مفروض ان انت لو بنتكلم على الجزء اللي سايد، الجزء اللي سايد يعني الجزء بتاع البحر اللي هنا، هتلاقيه مكتوب ليه وورد اهو، وده اسمه السي سايد او السي وورد. فالموجه لو عدت بتبقى صغيره جدا، فهو شتتها فعليا. مش بس كده، ده هو ممكن ما يعديش الموجه اصلا، ممكن يعمل ايه، ممكن يجي الموجة عنده وتنعكس، فهو عشان كده بنسميه مشتت وعاكس. كمان مناسب للأعماق الضحلة على مدى واسع، يعني لو بنتكلم على ارتفاع متر 2 3 4 5 6 معاك لحد عمق 12 متر، أقدر أنفذ الرابل موند بريك ووتر ببساطة جدا. طيب إيه مكونات البريك ووتر؟ بقول لك ان البريك ووتر بيتكون من عده طبقات. ايه هي الطبقات دي؟ اول طبقه اسمها الكور، تاني طبقه اللي هي الصغيره دي اسمها الفلتر، ثالث طبقه او رابع طبقه، على فكره
الديزاين بتاعنا احنا هنعمل واحدة بس اسمها أرمر أو طبقة الحماية. الكور طبقة النواة، الكور طبقة النواة، الفلتر هي طبقة المرشح، الفلتر طبقة المرشح، الأرمر طبقة الحماية. مش بس كده، عندي حاجة اسمها الكراون، الكراون أو الهامة اللي هي الجزء اللي انت شايفه في النص اللي انا معلم عليه بالليزر ده، ده جزء خرساني اسمه كراون أو هامة. الفلتر ده رئيس لو صح. ايه؟ فلتر فين ده؟ فين؟ فين الفلتر؟ اللي هي دي يا محمد، الطبقة الصغيرة دي. اه تمام. طب مهندس قول يا محمد، هو ايه الكور اللي بره ده؟ مش مفروض بره ده ما يبقاش اسمه كور؟ لا لا، ما انا فاهمك، بس مش كور. انا سيبنا اتكلم، سيبنا اتكلم وبعد كده انا اقول لك اللي انت عايزه كله. ماشي تمام. الطبقه اللي تحت دي يا محمد كلها بنعمل حاجه اسمها فرش التسويه. هي الرسمه دي بس، يعني احنا ممكن اجيب لكم رسمه تانية. اصبروا، زي اللي قدامكم يا محمد، شايفه يا ربيع؟ شايف أيوه. الرسمه دي ادي الكره، ادي السكه اللي هو بعد كده هتلاقي الطبقه اللي بعدهم اللي هي الطبقه دي، دي الفلتر، وبعد كده دي الارمر تمام، وادي الهامه اهي، وادي التوي اللي هي الادمه، وادي فرشه التسويه زي ما انت شايفه. دي الرسم الايديال اللي انت عايزها، ده اللي انت درسته واللي احنا عايزينه، اي حاجه تانية مالكش دعوه. تمام. نرجع لموضوعنا. طيب ايه هندسه اهميه كل طبقه؟ خد بالك انا الجزء النظري ده عشان اقول لك في الاخر انا هعمل ايه، بس يهمني انك تبقى فاهم الجزء ده، يهمني انك تبقى فاهمه وفاهمه جدا كمان. ما بيجيش عليه اسئله صح؟ عليه اسئله، انا بشرح ليا. ممكن يجي يقول ارسم يعني؟ اه، بيقول لك يجي لي يقول لك اهميه تعريف طبقه النواه او الكور، ايه هي دي؟ تعريف طبقه الحمايه او الارمر، المرشح ايه هي؟ اسالك نظر عادي، بس مش هيطلب رسمتها صح؟ مفيش نظر يا ابن الرسمه دي جايه لك اصلا، ده انت هترسمها وبسكيت. بس مفيش نظر في الجزء ده، الدكتوره قالت لنا هيجي مساله بس. انا بقول لك ممكن يكون في نظر، ما حضرتش المحاضره بس. خليك في نفسك يا علوان، مش انا قلت في نظر يبقى تذاكر اللي انا بقول عليه. اه النواة، ايه هي النواة او الكور؟ ده كتب تعرفها لانها مش موجودة. النواة بقول لك هي تعتبر الحاجز نفسه، يبقى النواة تعتبر الحاجز نفسه، وبتتكون من مجموعة من الاحجار الطبيعية الصغيرة، يبقى هي الحاجز نفسه بتتكون مجموعة من الأحجار الطبيعية الصغيرة، وتتكون من كسر الحجارة، وتكون ذات تكلفة قليلة. يبقى من الآخر الكور تعتبر هي كانت الحاجز. طيب يا باشمهندس، بدل هي الحاجز، إيه اللي يخليني أروح أعمل فلتر وأرمر وطوي وأعمل فرشة تسوية وكلام كبير كده؟ بقول لك يا سيدي ان الكور دي، لان مفروض الحجارة المكونة ليها صغيرة، فلو جات لي موجة بارتفاع كبير وبسرعة كبيرة ممكن تعمل لي حركة وزحزحة في جسم الكور او جسم النواة. طيب لو حصلت وعملت مشاكل وزحزحة في جسم النواة، ايه اللي يحصل؟ بقول لك ان البريك ووتر ممكن ينهار. طيب عشان البريك ووتر ما ينهارش بنقول بنأمن نفسنا. بنأمن نفسنا ازاي؟ ان انا اخلي اللي يقابل صدمة الموجة طبقة تقيلة، طبقة سميكة، طبقة قوية. فده عشان كده بنعمل طبقة اسمها طبقة الحماية او ارمر لير. تعرفها هي الطبقة الخارجية، تتكون اما من احجار طبيعية أو أحجار صناعية. وتكون ذات أوزان
كبيرة جدا. ليه؟ لحماية نواة الحاجز من صدمة الأمواج. تاني كده. لحماية نواة الحاجز من صدمة الأمواج. وتكون ذات تكلفة عالية جدا. وتكون ذات تكلفة عالية جدا. يبقى أنا كده عرفت الكور وعرفت الأرمر. نرجع ونشوف المشكلة اللي حصلت لما حطيت الأرمر بره الكور. بيقول لك ببساطة جدا إن بدال الحجارة كبيرة فالفراغات بينها كبيرة. طيب يا باشمهندس بص حاجة زي كده. أنت حطيت الحجار دي حجارة زي دي جنب بعض. كطبيعي يعني او صناعي فالفراغات بينها كبيره. طيب لما تبقى الفراغات بينها كبيره اللي يحصل ان الموجه جزء من الميه هيعديها وهياخد حبيبات الكور وممكن يخرج من الناحيه الثانيه من الارمر. يبقى جبتك يا عبد المعين تعني لقيتك يا عبد المعين عايز تتعاد. انا حطيت الارمر عشان اسهل الدنيا على نفسي بهدل لي الدنيا اكتر ما هي كانت متبهدله. طيب اعمل ايه بقى عشان اظبط دنيتي؟ بيقول لك ان احنا بنيجي بين الطبقتين دول ونعمل حاجه اسمها طبقه الفلتر او طبقه المرشح اللي هي الطبقه دي. دي اللي هي تاني اللي هي اندر لير اللي هو بيسميها اندر لير دي. دي كده بيسميها ايه؟ طبقة المرشح. ايه طبقة المرشح؟ لو خدت بالك طبقة المرشح الصخور ما بينها بتتراوح اكبر من الكور واقل من الارمر. يعني هي اكبر تكلفة من الكور بس اقل تكلفة من الارمر اللي هي طبقة الحماية. طيب ميزتها تمنع خروج احجار النواة الصغيرة من فراغات طبقة الحماية. تم خروج أحجار النواة الصغيرة من فراغات طبقة الحماية وبالتالي تحافظ على الحاجز من الانهيار. لو في حد في حاجة مش واضحة أنا بقولها ببقي ياريت يقول لي. ده آخر سكشن ومحدش هيفيدك صدقني. امتحانك يوم الحد الجاي تقريبا يعني اسبوع لحد مش ده اللي بعديه يعني اسبوع ويوم. فلو في حاجه مش واضحه في كلامي يا ريت تقول لي. قول يا باشمهندس انا شايف ان انا مش فاهم دي او اشرح لي دي تاني. عيد الجمله الاخيره تاني بعد اذنك. اللي هي الطوي هو ايه اللي يخليني اعمل ادم اصلا؟ ايه يا باشمهندس اتفضلي. يا باشمهندس سعيد اخذ جملة تاني بعد اذنك. بتاع طبقة المرشح؟ اه. انا قلت اهميتها منع خروج احجار النواة الصغيرة من فراغات طبقة الحماية الكبيرة وذلك حتى تحافظ على الحاجز من الانهيار. بس ده الطوي ده كنت حاجه بتقول فايدته ايه؟ لسه ما اتكلمتش يا حمدي في الطوي هتكلم فيه. تمام اتفضل. ايه الطوي ده بقى؟ الطوي ده اللي هو بالنسبه لي الادمه. ايه اهميته؟ بيقول لك والله الطوي ده انا ممكن يبقى واضح ان هو مش مهم قوي. واضح ان دوره ثانوي او دوره مرتبط بحاجه. دوره مرتبط بالتربه اللي تحتيه. بمعنى لو التربه اللي تحتيه تربه قويه انا مش هحط توي. ليه؟ بقول لك ان وظيفه التوي دي اللي هو بيبقى مايل فالمنطقه دي بتبقى معرضه للنحر فهو بيمنع النحر. طيب لو كان التربه اللي تحتيه صخريه مش هيحصل نحر فممكن استغنى عنه. يبقى
تقول لي كده الأدمة أهميتها تمنع النحر عند مقدمة الحاجز، وبالتالي هتحمي الحاجز من الانهيار، وتستخدم في حالة إذا كانت تربة قاعدة الحاجز ضعيفة أو متوسطة الضعف. يعني لو كانت رملية أنا هضطر أستخدمه. ليه هضطر أستخدمها؟ لأن ممكن يحصل نحر الرمل عادي. إيه الحالة اللي ممكن أستغنى عنها في حالة الطوي؟ يمكن الاستغناء عن الطوي في حالة التربة الصخرية للقاع. هو أنا باشمهندس ممكن أقول إن هو بيفيدني إن هو يثبت الميول مثلا؟ ممكن. دي من الوظائف التانية محمد، فعلا بيزيد اتزان الحاجز. مظبوط تمام. الطوي يمين وشمال بيزود لي اتزان الحاجز. مظبوط صح. بعد كده نروح للفرشة، الفرشة أو فرشة التسوية. إيه فرشة التسوية؟ الفرشة اللي تحت دي اللي أنا ماشي عليها بإيدي دي. إيه أهمية فرشة التسوية دي؟ بقول لك يبقى أول فايدة ليها إن هي بتسوي قاع البحر. قاع البحر ما يبقاش متدرج، تعمل تسوية لقاع البحر. دي أول حاجة. طيب إمتى استخدمها؟ ولك تستخدم إذا كانت التربة ضعيفة. بعمل تربة تسوية لو كانت التربة ضعيفة جدا عشان تقويل التربة شوية. ثالث حاجة بيقولك تمنع تربة القاع من الدخول في النواة، بمعنى ان انت عندك في مية هتتسرب من هنا. المية دي لما تتسرب وتدخل جوه تربة النواة من تحت ممكن تعمل لي مشكلة خاصة بالإكزايت جريديانت أو تحديدا البايبنج. طيب أنا عايز أحمي ده فبعمل فرشة التسوية بحيث إن أنا أضبط الحاجز، المية تدخل بس من يمين والشمال والدنيا تكون تمام. لحد ما أنا واقف هنا يا جماعة، حد عنده مشكلة أو حد عنده أسئلة؟ آخر حاجة تعريف الهامة. الهامة هي الجزء الخرساني ده أنا مش هتكلم عليه لأن الدكتورة لغته. أنا مش هتكلم عليه لأن الدكتورة لغته. باشمهندس أوه، هو لو طلب منا الرسمة نرسم الرسمة ديت ولا حضرتك عاملها في البي دي اف؟ ولا أنا عاملها في البي دي اف؟ هي دي يا ابني الأخيرة يعني؟ أنا اصبر عشان أنا ما أعرفش إيه اللي في البي دي اف. دي ولا دي يا حسين بتاعت المحاضرة؟ أنا بقول أنا ما أعرفش إيه اللي في البي دي اف. يا جماعة التحضير ده بتاع باشمهندس مراكبي وباشمهندسة هي، ربنا يبارك فيهم يعني، هما اللي تعبوا جدا في التحضير وأنا لازم أشكرهم. بس يعني إيه، في حاجات أنا كنت عايز أقولها بس يعني ما كانش في وقت إن أنا أضيفها بصراحة، فعشان كده أنا بمليكوا الحاجة كلها. هصور لكم الورق اللي أنا بشرح منه بجانب السلايدز اللي هتبعتها لكم دي. عايزين حاجة تاني؟ تمام، شكرا لحضرتك يا باشمهندس. تمام، ادي اللي هو التعريفات البسيطة. ايه تسأل نفسك بقى، احنا قعدنا نتكلم عن الرابل موندا باشمهندس وعمال تقول لي امتى استخدمه، هو ايه مزايا الحاجز ده اصلا عشان استخدمه؟ يعني ايه اللي بيميز حاجز الامواج الكومي عن حواجز الامواج التانية عشان الاقي تقريبا كل الناس بتستخدمه؟ بيقول لك يا سيدي ان مزايا الرابل موند بريكوتر ان هو اول حاجه سهل في طريقه انشائه، لانه عباره عن شويه صخور بترصها جنب بعض، سهل في طريقه انشائه. تمام، بقى سهل في طريقه انشائه. تاني حاجه مناسب للتربه المتوسطه القوه والضعيفه شويه، ما بقولش ضعيف قوي، مناسب ليها. ده انا على فكره يا وزن تقيل فلازم التربه ما تكونش ضعيفه قوي. ممكن تعمله على سطح غير مستوي، ممكن تعمله على سطح غير مستوي.
صيانته سهلة وبسيطة. طيب عيوبه، يقول لك إن هو بيستهلك كميات كبيرة جدا من مواد الإنشاء خاصة الحجارة، لأن هو بيكون من الحجارة أصلا. الصيانة بتاعته دايما بتكون دورية ومكلفة لأنها بتبقى فترة طويلة جدا. من عيوبه إن أنا ما ينفعش استخدمه كرصيف إلا كرصيف للبترول. انت ما عندكش طبعا الأرصفة والكلام ده، فعشان كده مش هطلب منك ده. يبقى لا يمكن استخدامه كرصيف. ايه رصيف ليه؟ البترول، رصيف للبترول، منتجات البترول. ايه اللي جاب منتجات البترول هنا؟ يعني انت يا محمد عندك سفينة حاملة بترول، بعمل الرصيف بتاعها على البريك ووتر. ليه؟ لان لو انا خليت الرصيف بتاعها جوه المينا ممكن لا قدر الله يحصل تسريب ولا حاجة تبوظ لك الدنيا خالص. انما لو حصل تسريب على البريك ووتر حجارة مش هيتأثر. وصلت؟ تمام. عندي كم نوع من قطاعات اللي انا لازم اخدها في الاعتبار بالنسبة للبريك ووتر؟ قطاعين. قطاع في الجزع او بيسموه ترانك، وقطاع في الراس او بيسموه الهيد. وايه الفرق بينهم؟ يعني ليه انا برسم الهيد كبيرة كده وبرسم الترانك كبير صغير كده؟ لازم تفهم شوية حاجات كلام ده للفهم عشان تبقى عارف الفرق بينهم. الجزء ده يا جماعة تفتكر الموجة ممكن تدخله؟ لا. الجزء ده تفتكر الموجة ممكن تبصله أصلا؟ لا. طيب تعالى ما نشوف الجزء ده. بص عندك موجة ايه؟ الموجة بتعمل ايه في حالة الانكسار؟ بتعمل ايه في حالة الانكسار يا ابن الناس اللي ذكرت؟ بترد على زاوية مختلفة. عايزة تدخل عموديها على الشط. الشط ده اللي بالنسبة لي دلوقتي بقى البريك ووتر. فبقى الجزء ده ايه اللي حصل فيه؟ تركيز محاوط بالامواج من كل النواحي. انا بتكلم على الراس اللي هي حته صغيره زي ما انت متخيل كده. الراس دي بتستمر لمده 50 متر. فانا عشان عندي امواج من الناحيه دي والناحيه دي، هتلاقي ان البريك ووتر بتاع الهيد عامل كده، اللي هو الشكل اللي قدامك ده. بس خد بالك هتلاقي القطاع يمين زي القطاع شمال بالظبط، الاتنين نسخة مش زي. يعني ايه؟ يعني هنا لو ده وزن الأحجار في 50، هنا وزن الأحجار في 50، 30 30، 20 20، 10 تبقى 10. ليه؟ لأن ده معرض للأمواج من ناحيتين، وبالتالي أنا محتاج أأمن الناحيتين. طيب بالنسبة للترانك، بالنسبة للترانك إيه اللي هيحصل؟ والله المينا هنا ساكن خالص، فإيه اللي هيحصل؟ والله يا باشمهندس أنا مش محتاج أصلا إن أنا أعمل اللايرز دي، بس أنت عشان النت عندك يا باشمهندس ضايع. ضايع ايه؟ هو لسه فاصل خمس دقايق بقى ضايع. لا باشمهندس انت بتتكلم بسلو موشن. بسلو موشن ده حلو. ظبط كده طيب؟ في لاج بس يا باشمهندس كبير ما بين الصوت والصورة. تمام بحاول اظبط الدنيا. Hello.
اشغل لكم الشبكه. لو في عيل صغير ولا حد ماسك الموبايل خد منه التليفون يا باشمهندس. اصحابي سوء استماع وسخريه. اصبر بس غير الشبكه. طب انت عندك راوترين؟ استني واحد خليكم معايا. ده عنده خمسه يا حمود. فتح شركه لسه راجل ماجستير قريب. فلوس بقى عماله تيجي من كل حته. اللهم صل على النبي يعني. يعني ده ممكن يمد الحته عندنا بالنت. ده يعمل لهم برجع هناك يا ابني. عشان انت كده شكله مش هيكمل بالكلام بتاعكم ده. بس بعد اذنك ما تتكلمش. حاضر يا مسيسي. ما تتكلم. ما اقدرش اتكلم يا مسيسي خلاص ماشي. دي بقى رأيي. هو راح يصلحه ولا مين الظريف اللي بيتكلم ده حموده يا حموده حموده بيقول راح صلحه ولا ايه ما رحت تصلحه فعلا تقول لك يا باشمهندس في الرسمه بتاعت الهيد انت عملت في خطوط موجه جايه من تحت هي الموجه هتيجي من تحت ازاي انا كده نقلت على شبكه تانية خالص فالمفروض النت كده ظبط هو صوت حضرتك اوضح بصراحه عن الاول بكتير تمام انا نقلت على شبكه ثانيه خالص يعني غير الشبكه اللي بتشغل عليها تمام كنت بقول لك زي ما قلت لك في رسمه الهيد احنا كنا واقفين عند الهيد اه انت رسم الخطوط اللي هي بالاحمر دي انت رسمت خطوط للموجه جايه من تحت هي الموجه هتيجي من تحت ازاي طب بص يا حبيبي ده عندك حاجز هنا ربيع وهنا حاجز صح الموجه هنا هتعمل ايه هتجي لك عموديه على الجزء اللي قدامها اللي هو بالنسبه لها الشط لان هي لقت حاجه قدامها فده بالنسبه لها كانه الشط بالظبط ففي الموجه بتعمل ايه دايما عايز تدخل عموديه على الشط بتاعها او عايز تدخل عموديه على الشكل فبيحصل هنا حاجه اسمها تركيز للطاقه فالموجه تقريبا بيحصل لها زي ما انا عملت كده انا قصدي ان هي اصلا المفروض جايه في اتجاه الجنوب الغربي عشان كده انا عامل الشكل ده فانا ايه اللي هيخليها اللي هيخليها تلف اللفه دي ما ممكن تكمل بقى وتبعد عن الحاجز اصلا خليها تلف تيجي من انت تحت انت عندك امواج كده انت عندك كده كده ربيع هنا كده كده موجه الموجه دي هتجي لك ايه من ده اهو اللي هو الشمال الغربي اهو تمام هتبدا تلف لك هنا انت عايز تقول يا باشمهندس هو كلامك ده صح ولا غلط مش ده تقدر نقول ديفريكشن او انتشار انا الصوره واقفه عندي والله انت واقف عندك صوره ايه واقف عندي رسمه الخطوط وفي في خط انت عملته لفه كده ايوه ما هو انا عايزك تقف هنا اذر بس اقفل الشير وافتحه تاني كده تمام تمام فايه اللي حصل اللي بيحصل ان انت لو انت جيت هنا فانت لسه قريب من منطقه ظل الحاجز قريب من منطقه ظل الحاجز يا ربيع معناها ان انا لسه متاثر فعليا بجزء من الموجه كل ما ببعد عن الحاجز يعني كل ما ببعد عن الحاجز في الاتجاه ده كل ما تقريبا ما بتأثرش بالموجة لكن كل ما اقرب من راس الحاجز كل ما بتأثر بالموجة فانا بقول لك ان بيحصل هنا تقريبا حاجة اسمها تركيز للطاقة نتيجة ان جزء من الموجة بيلف جزء من الموجة بيلف في الحالة دي بيسبب لك ضغط على
اللي سايد والسي سايد الاثنين. طيب لما يسبب لي ضغط على اللي سايد والسي سايد يبقى انا محتاج امن الاثنين، فانا محتاج اخلي الجزء اليمين زي الجزء الشمال. اللفه اللي حصلت دي يا باشمهندس انتشار ولا انكسار؟ اللفه اللي حصلت انكسار، توزيع طاقه الموجه عرضيا ده انتشار. انت حضرت معايا السكشن اللي فات؟ سامعك اهو. سامعك. صوتك بيختفي فجاه كده، بيسكت او النت عندك وحش. مش عارف ده ليه. صوته بيختفي فجاه كده كده. كده النت فصل حاجه في النت كده. في حاجه في النت. هو قال لك عنوان الانكسار ولا الانتشار بس؟ عشان هو الانكسار. انكسار مش المفروض انكسار يا سلمي. الانتشار ده لما بيخرج ده روح. انا استغربت بينا بصراحه. الانتشار ده لما تنتشي يا منتشر تخش جوه المينا نفسها. اسمعوا الادام بقى، اسمعوا الادام، اسمعوا الادام، بطلوا رغي مالين بيحملوا. وانا بقول لك يا باشمهندس شوف حد حماد ده ماسك التليفون ولا حاجه، فبتطلع وترجع تخش تاني لما نزل كتا يا باشمهندس. الغي شبكه واشتغل على شبكه. فصل تاني يا سيسي. مفصلش. لا فصل يا عم، عنده علاب فصل. ايوه يا عم. ماشي يا باشمهندس ربيع. يا سيسي الانتشار ايه بقى يا سيسي لما ده انكسار؟ الانتشار ايه؟ ما بتخش جوه المينا بقى نفسها بقى وتنتشر جواه. في حد اللي اللي بيقفل يا جدعان المايك بالله عليكم ما يقفلوش يا جدعان. بس اهدوا شويه او اسمعوا الاذان بقى وبطلوا دوشه يا عم. بنسال في الـ في الـ في اللي بيسمعوا الاذان. اسمعوا الاذان. روح لما سيد حسن ان كل ده بيسجل يا شباب. ماشي.